عسلامة الناس الكل، ومرحبا بكم في الحلقة التكوينية اللي بتكون حلقة من مجموعة دورة تكوينية، إن شاء الله مجموعة حلقات خاصة بالمبتدئين جديدين، المبتدئين على العمل في برنامج توأمة رقمية، في مشاريع توأمة رقمية. الحلقة الأولى بترافقني فيها السيدة هيام خروبي، سفيرة التوأمة الرقمية على جهتي سليانا والكيف. مرحبا بك هيام. مرحبا بك مدام أحلام، عايش. مرحبا بك ويعطيك الصحة على المجهودات هيام، أنت وجميع سفراء التوأمة الرقمية في تكوين في التوأمة والتعريف التكوينين بصفة عامة. مرحبا بجميع الحضور، أنا مجموعة من المربين، فما سادة مديرين، فما سادة متفقدين، مرحبا بكم، نورتونا الناس كل، إن شاء الله تحصل الإفادة للجميع. باش نبدأ إذا نشارك الشاشة بتاعي. سيبان هيام، فما البارتاج وصل شوية بركة. أي سيبان اللي ما عندوش الكرون تاعي معناها راهي تو يوصلوا الانترنت عنده بطيئة. إذا حصة تكوينية عن بعد، احنا على أبواب إن شاء الله العودة المدرسية، إن شاء الله يحفظ ربي الجميع ونستحفظ على رواحنا، وراهو نجم ونجحوا بحول الله بتضافر جميع الجهود من إطار تربوي، من مسؤولين، من أولياء، يعني مش نحافظ على رواحنا وعلى وليداتنا، إن شاء الله عودة مباركة للجميع يا ربي، وربي يحفظ الجميع. لا إله إلا محمد رسول الله. إذا البلان دو لا سيسيون باش نراو بصفة عامة كومون إيفيتي لو بروفيل، كما قلت راني باش تكون بطريقة مبسطة، باش نحكي معاكم بالدارجة بالفرنسية لي مو تكنيك، نحكوا بالإنجليزية مش مشكل، يعني طريقة مبسطة باش نحاولوا خديت أنا معطي الدخول وباش ندخل التكوينين شنو باش نعمل على المنصة. دونك حصة باش تكون تقنية شوية فيها كومون إيفيتي لو بروفيل، البروفيل نتاعك اللي يظهر على المنصة، أجوتي أن كونتاكت، تحب عبد تلوج عليه اون بيرسون، مدام احلام ولا مدام هيام ولا صديق موجود ديجا على الانترنت، كيفاش تلقاه، كيفاش نبعث له ميل واللي يتسمى في الجلوسير نتاع ايتوني توين ميل، انفوي توين ميل. وحاجه هامه برشا نشتراو مع مدام هيام، يشيرشي او جواندر ان ايفينمون، على خاطر اليوم عملنا اللقاء استعملنا منصه تيمز، حق منصه تيمز رائعه ويجم اي واحد يدخل، لكن احنا عندنا في البلاتفورم في منصه ايكونيك ادوب كونكت مع مدام هيام، اشتروا كيفاش نلتحقوا بالاجتماعات بالادوب كونكت، مش المره الحصه الجايه ان شاء الله باش تكون اللقاء الحلقه الثانيه ادوب كونكت. قبل ما ننطلق في العنصر الاول هو تغيير البروفيل، وانا خليت معطيات الدخول ونزلت جديد ونحب نفهم المنصه من نبداها، كما برشا وحيد جاونا تعليقات حتى على الفيسبوك قولك ما عرفتش منين نبدا. مرحبا بكم، رغم اللي راهو برشا من الناس اللي حضروا تكوينات سابقه وخاصه في البريود نتاع الكونفينمون مع سفراء توأمة رقمية مشكورين اللي قاموا بمجهودات جباره في التكوين، سواء في التوأمة الرقمية، سواء في المدرسه الافتراضيه التونسيه، على الاوفيس 365، يعني كان تكوين شامل وشمل قرابة 2000 مربي، مجهودات كانت جبارة والناس كلها حبت معناها لقات البزوع والحاجة للتكوين عن بعد هذايا، خاطر وريتو مع لا مفر يلزمنا يعني باش نستعمل هالتكنولوجيات في أحسن توظيف ويفيد وليداتنا. أكيد فما ظروف خاصة هذيك بالطبيعة مش باش تعطل المسار هذايا، لكن ننظرولها معناها على حدة، القولة حلول ليها كما سألت التلفزة معناها التربوية، فما حلول نصور في برشا مدارس اللي فيها زعما كما نقولوا ما عندهمش انترنت، ما فماش اكتظاظ زادة يلزمه في الحالة هذيك، فما الحضور المباشر ما يقلقش. دونك كل حالة نشوفوها على حدة كما يقولوا، لكن ما يمنعش بلي احنا باش نواكبوا، ما عندناش خيار، لازم يمشي الباركور هذا نتاع الإيلاني تعلم عن بعد بصفة عامة. أول حاجة قبل ما نبداو العرض، نحب أنا جوست احنا كما تعرفوا توأمة رقمية ياسر نستعمل التكنولوجيات الحديثة وحسن توظيف التكنولوجيات الحديثة، نحبكم مع بعضنا تو ندخلوا على لادريس slido.com
تاخذوا انجلي جديد ولا تاخذوا براوزر جديد مبحر واحد اخر، ولا في نفس البراوزر خذوا ان اوتر انجلي تربيعه جديده، حط سلايدو دوت كوم ودخل الكود هذايا Y ماجيسكول 201 هذيك علاش قلنا ماذا بينا هنا تنجموا تخدموها حتى بالتليفونات، لكن بقية الحصة رانا ماذا بينا نستعمل حاسوب في التطبيق شكون تكوين أفيد للجميع. شو بي أرتي لو بارتاج أن مومون باش نمشي للسلايدو. السؤال هنا شو يقول بعد ما ندخل الكود بان Y ماجيسكول 201 بعد ما نشوف سلايدو دوت كوم كيل ديفيكولتي vous avez rencontré sur la plateforme Twin؟ شنو هي الصعوبات اللي لقيناها تعامل مع منصة التوأمة الرقمية؟ اكتب كيما تحب بالعربية ولا باللغة الفرنسية كون فيزولي، وعندكم إمكانية نتاع أكثر من جملة معناها. هنا vous avez la possibilité d'écrire un texte باش تكتبوا جمل. كل واحد يقول على الصعوبة اللي لقاها. نمشيو على العنوان slido.com باش يطلب لنا الكود، نلقاو ديجا هاشتاغ موجودة Y ماجيسكول 201 باش تلقاو السؤال باش تكتبوا. ولا لم أفهم كيفية الانضمام إلى مشروع. جيري توين سبيس به دينا نرى في الجمل، يعطيكم الصحة على التفاعل. ثانكس لوت، ماهيش صعوبة هذيا ما ميسالش، شكرا. سي بور لا بخومييغ فوا كو جو بارتيسيب ا دو تيل فورماسيون. مرحبا بي. لانسكريبسيون، لانسكريبسيون في إتويني. باه باه، نخصصوا له حصة خاصة لانسكريبسيون. ونسيت كلمة العبور، هي هام برشا. باه، تروفي بارتنير، نبحثوا على شركاء. إذا كل إن شاء الله باش نراها خلال مش اليوم، اليوم كما قلت عطيتكم العناصر، لكن من الحصص القادمة إن شاء الله. لم أفهم نوعية الأنشطة التي أشارك بها، وكيف أختار شريكي خاصة وأنني لا أتقن اللغة الإنجليزية. اللغة ماهيش عائق في الإتوني، تو نرى كنت تفهموا لي ماهيش عائق بالكل بكل. إحنا كنا توانسة، تعرفوا إحنا دي فرانكوفون، يا عربي يا فرنسي، شوي شوي أونجلي. الكل حسنا مهاراتنا وطورنا مهاراتنا في اللغة الإنجليزية بطبيعتها، وتنجم تستعمل اللغة العربية في مشاريع التوينين وبيد بحثنا. كان في مشاركة في الاجتماعات هذه اللي باش نراوها اليوم إن شاء الله. Former un groupe d'élèves, créer un projet. Je suis débutant, aucune idée. Merhaba bik. Pour khas be débutant hadaya. Tajil fi Etwini. Gérer un projet. Mais. Yatikoum saha. Mais khalini saha nestabq بالنسبه للانسكريبسيون. اللي ما سجلش يحب يسجل. انا الامور راهي مش صعيبه بالكل، يعني على البلاتفورم تجم ديها تسجل. لكن انا نوعدكم نهار الجمعه بحول الله، احنا اليوم اربعاء باش ما نوفروش. نهار الجمعه باش نعمل حصه خاصه بالانسكريبسيون ونسى كلمه العبور. فوندردي ان شاء الله تنبرمج لقاء تيمز، تسجلوا تدخلوا. كيفيه التسجيل في برنامج توأمة رقمي انسكريبسيون. وبالنسبه لنسيو كلمه العبور يدخلوا معنا نهار الجمعه ان شاء الله في مع 11 كما اليوم هكاك بحول الله. حسب ظروف العمل يمكن الجمعة ولا الاثنين، حسب ظروف العمل اللي هنا في المركز. D'accord. Comment fonder gérer un projet؟ Comment gérer tout ça avec un partenaire؟ Surtout avec les enfants du primaire avec une langue étrangère. صحيح معقول برشا، لكن tout est faisable. اللغة ماهيش عائق. شكرا على تفاعلكم، يعطيكم الصحة.
20 عام تفاعلوا معي وكتبوا. مرحبا بجدد، يعني مرحبا بكم أول مرة. دونك أنا نوتي صعوبة كل هيام معايا هيام، إن شاء الله في الحلقات القادمة. نعم مدام حليم سجلتهم الكل الأسئلة إن شاء الله. هيام إحنا مش يكون فما ديفازاج مع الدورة هذه، مش ديما ننطلقوا بدورات أخرين من البداية، ديما من البداية، مش اللي ما بداش من الأول في الدورة هذه يلحق في دورة أخرى. أنا مع العودة المدرسية وناس تبارك الله تحب تخدم ونحبوا الإنوفاسيون ونحبوا الإيلورنينغ والعمل عن بعد وإتوينينغ كله عن بعد، كله توظيف التكنولوجيات الحديثة، كله مهارات الحياتية. يعني إن شاء الله بقدرة ربي مع زملائنا ومع سفراء توأمة رقمية نحققوا هذه الأهداف الكل بحول الله. إن شاء الله. أول حاجة كومون إيديتي مون بروفيل. أنا نحكي بالنسبة للسادة المربين اللي سجلوا وصلوهم معطيات الدخول بعد ما سجلوا على المنصة وبعمل حتى شيء ما تخلش، ما نحكيش عن الناس اللي تقدموا اللي بون حسب الصعوبات فما صعوبات في مراحل متقدمة باش تراها إن شاء الله في الحلقات القادمة، كيفاش نلقى شريك، كيفاش نخدم على المشروع، كيفاش نزيد التلامذة، هذا الكل إن شاء الله باش تراها بروشينمون معنا. اليوم كما قلت حصة أكثر تقنية باش نراها شوية تقنيات في البداية. بون إيديتي مون بروفيل ولا إيديسيون بروفيل، أول حاجة أنا خديت معطيات دخول يوزر نيم اسم المستخدم وكلمة العبور يوزر نيم وباسورد. فما طريقتين للدخول على المنصة. دونك باش نمشي على etwinning.net باش يطلب مني اليوزر نيم والباسورد باش نحطهم ونلقى روحي في الديسكتوب نتاعي. دونك نمشي لهنا فوق وين تلقى اسمك، اون فوا كونكتي باش تلقى اسمك الفوق، باش تدخل etwinning لايف اللي هو باش تقولوا تابلو دو بور تاع كل مربي، خاص كل مربي. يا اما من هنا فما دو مانيير، يا اما الطريقة هذه والا عندكم على اليسار ان بتي كلافي هنا ننقر عليه ونمشيو etwinning لايف. دونك طريقتين للدخول، كل واحد باش يدخل التابلو دور تاعو. كيفاش باش نغير الملامح نتاعي، باش نبدل الصوره، باش نراو فما برشا حاجات نجمو نغيروها. دونك طريقه اولى باش ندخل باش نلقى هنا اسم ولقب. بالنسبة للجدد مش يلقاو صورة بالطبيعة، عندكم هنا القلم الصغير هذاك ديما للتغيير بوغ موديفي بوغ إيديتي، ديجا عندك موديفي مكتوبة دونك ننقرو عليها. باش نعمل راهو بعد ديمونستراسيون تبعو معايا تو و جو في فيغ اون ديمونستراسيون ديريكت وانتوما باش تطبقوا. بالنسبة للجدد حاولوا نطبقوا باش ما ننساش. الطريقة الثانية ننقر على الصورة نتاعي ولا مكان الصورة، نقول لكم هنا مكان فارغ نتاع الصورة ننقر عليها. كيف كيف ننقر على كلمة مون بروفيل ونمشي للإيديتي اللي باش يظهر لكم هكا القلم، القلم السحري هذيك نتاع التغييرات في أي سيت، معناها في أي سيت ويب ولا موقع ولا بلوج هذيك علامة إيديتي. نعم حسيت عليه. أي فمش كل وقت ديك اللحظة بربي بشوية وعاود لي بشوية. مش نعاود بالديمونستراسيون هذيا باش تلقاوها من بعد في التسجيل، لكن جو بي فيغ لا ديمونستراسيون ديريكت على السيت. دونك كومون إيديتي، هاني باش نخرج تو من البريزونتاسيون وباش نمشي لموقع etwinning. باش نعاود نوري ديريكتومون. دخلت هنا على الموقع etwinning.net etwinning.net باش تلقاو هنا سيكونيكتي و سانسكري، هذيا طريقة أولى. باش نحط انا المود باس اللي جاني ونون دو ليزاتور معطيات الدخول نتاعي اللي جاوني في الميل واللي عملتهم انت في الانسكريبسيون. راه كيما قلت راهو اللي نساو معطيات الدخول نتاعهم واللي مازالوا ما سجلوش نجمو نعاونوهم في حصه يا الجمعه يا الاثنين ان شاء الله بحول الله. ها دونك باش نكتب انا اليوزر نيم نتاعي بلا احنا المود باس نتاعي. فوالا سكو كونيكتي باش عرفتها واسمي يظهر لهنا احلام بن علي. باهي الطريقه الاولى باش نمشي التابلو دو بور نتاعي
قبل ما نتغدى بربي مليح اللي مازالوا ما سجلوش تنجموا تبداو تحاولوا تسجلوا راه لا مش صعيبه العمليه هنا لوطا البورتال انكم روجواني لا كوميونيتي اتوني دونك تروا عليها فما فورمولير تعملوا فما بري انسكريبسيون تعملوا فورمولير بالوقت يجيكم ميل تعمرتوا انتم حطيتوا اسم لقب الميل بالوقت يجيكم ميل باش تكملوا دوزيام فاز ديسكريبسيون ومن بعد هنا احنا المكتب المتابعه المركز الوطني للتكنولوجيا التربيه مكتب المتابعه برنامج تؤمر نقوموا احنا بالفاليداسيون باهي دونك دخلت المعطيات الدخول باش نمشي لهنا ننقر اتوينينغ لايف هذه طريقه ندخل لهنا نلقى روحي في التابلو دو بور بتاعي الطريقه الثانيه هاني باش نرجع لبوخ تايم نقول بوخ تايم برا دخلنا من هنا لاول مره الطريقه الاولى قلت ننقر ونمشي اتوينينغ لايف الطريقة الثانية نمشي لهنا من فما كلافيي هما البوان هذوما ندخل من هنا عندك تيونينغ لايف هذايا عبارة تابلو دو بور خاص كل مربي هو الموقع نتاعو احنا قلنا المراحل الأولى باش نشتغلوا على تغيير البروفيل نتاعنا ملامح الشخصية نتاعنا اللي تظهر للعموم للعموم المنخرطين في توأمة رقمية شنو يظهر لنا باش نبداو احنا شنو فهم قلنا هنا عندي اسمي هنا الصورة بطبيعة جدد ما عندكم الصورة كما قلت فما مودي في هذه طريقة ننقر غادي حتى نرى شنو نجم نغيرو هما ميز ايماج ميز ايكول مي سونتر دانتيغي كونفيدونسياليتي سيكوريتي اكسيتيرا هذيك طريقة تخلقيها الطريقة الثانية نمشي للصورة نتاعي ولا المكان الفارغ اللي نورمالمون باش نحطو فيه الصورة تو نراو كيفاش من بعد ننقر هاتي نمشي مون بروفيل الاولى تظهر لي مون بروفيل ننقر عليها هلا باش نلقى روحي في نفس الانترفاس ثم هنا هذيك الاقلام ايديتي ننقر عليه نفس الشيء جاتنا ميز ايماج مون ميز ايكول مي سونتر دانتيغي كونفيدونسياليتي اي سيكوريتي قبل ما نواصل باش نراو كيفاش ندخل الصورة بتاعي ونخلي لكم الوقت انتم تجربوا تبعوا معايا بعد خذوا وقتكم باش تجربوا هنا ريتو فما اللغة فرنسي إذا لقيت الموقع باللونجلي تنجم تبدل اللغة جوست أنا تحلك المثلث الصغير تنقر باش تلقى اللغات دونك هنا راهي العربية مازالت مشكل من اليمين لليسار كل لكن كيما قلت تو ترى ما نجمش نخدموا بالعربية ولغات أخرى تستغل فما الانجلي اذا حبيت تبدل انجلي ننطر على انجلي انجلش تولي لي لهنا مع فرونسي نحب نرجع فرونسي نعاود نحل من هنا المنيو ديرولون هذاك ونمشي لفرونسي رجعت لي الانترفاس بالفرونسي اول حاجه في البروفيل بتاعي راهو يلزمني نكون واضح سويرتي واضحه ما نحطش تصويره اخرى خاطر هو كيما تعرفوا موقع سيكوريزي للمربين بدينا نعرف بعضنا ما فماش اسماء مستعاره حتى كيف نعمل تسجيل مازال ما سجلش في اليوزر نيم يختار اسمه واللقب نتاعو يكون واضح يعني فما الوضوح هنا والشفافيه بالنسبه لي دوني بيرسونيل مي زيماج اول حاجه باش نغير صوره دونك تبعوا معايا باش اللي مازال ما غيرش صورته نعطيه الوقت باش يبدلها تو حاول حتى بصوره اخرى من بعد يبدل بون انا عندي بيان سور صور قدام مش عندنا فيهم نحسبهم مش موجودين انتم ما عندكمش حتى صوره باش نمشي لهنا باركوفير يعني باش نمشي للحاسوب نتاعي. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. مدام نقص عليك شويه ما تنساش تهبط لنا رابط الصفحه عايشك باش تسجلوا الله يبارك لك. هويا ما تنساش تنجموا تكتبوا راه ملاحظات. اي اكتب له. حط لهم اتونينغ دوت نت. مرحبا بك خويا مرحبا. باهي هنا في البيرو حضر فوتو احلام دونك على الحاسوب نتاعي نكون انا محضر الصوره نتاعي باش ناخذ الصوره الثانيه مثلا هذيا وقع تحميل الصوره ما يكفيش ريتو هنا ما فما حتى شيء كيف نجيب المؤشر لهنا فما هنا اديتي فما ننقر على هيك نشوفوا Éditer. إذا ننقر على Éditer عنوان الصورة Description مش بالضرورة نعملوها إذا نحب الصورة متاعي تظهر على
تبدو البور تاعي في مكانها كيما ريت وانا الصوره تاعي. يلزمني هنا نعلم عليه هذا دو كوشي هنا ديفينيغ سيت فوتو كوم ايماج باغ ديفو. نحب الصوره تاعي هي اللي تولي موجوده على البروفيل تاعي. دونك هنا جي كوشي نعلمها واخر مرحله نقول انفويي. ياخذ وقته. Les informations de l'image ont bien été enregistrées. OK. Donc, هنا كيما ريح لاحظتوا الصورة تبدلت بكل سهولة. جيسبير واضحة المرحلة هذه. أنا باش نطلب من اللي ما عندهمش صورة باش يحملوا حتى الصورة أخرى إذا كان ما عندهمش صورتهم حاضرة على الحاسوب. هاك ولا مدام هويان خليه لكم الوقت شوفوا تلقاو شي صعوبة مش بالحين حلوها. يلقى إشكالية ولا يحب نعاود المراحل نعاودهم. تجمو تكتبوا لنا. باهي بالنسبة للي يستنى في الفاليداسيون تو بعد كي نجو باش نمشوا للرينيون تو من بعد ناخذوا وقيتك كي مع مدام أحلام. شكون لسه خاطر جي فاليدي ما عادش عندي شكون مش فاليدي اللهم إذا كان ما عملش. شكون اللي قال نستنى في الفاليداسيون بكري في الشات؟ شفت واحد. تفضل مرحبا. إيمان سيسي مارت نستنى في الفاليداسيون تبع مثلا ميسي بعلي ديجا فاليدي إيمان شوف عبد شوف الميل نتاعك إيمان لحظة برك شنو المؤسسة وين تقدمي مدام إيمان نور المشكري عسلامة مدام ما تكلموش مع بعضنا بربي نكملوا مع أدم إيمان بعد نرفع اليد ناخذ الإذن باش نتكلم سيبوكلي باش نجمو نسمو بعضنا مدام إيمان سيسي خلي في الشات تاخذ ما عندك مدام هي من زانفورماسيون المؤسسة التربوية وين قلت تقري مدام إيمان؟ نور المشكيت إيكول بريفي وين هي أما ولاية؟ تونس وقت سجلت؟ توا سجلت تو داكور تو تاخذ مدام إيمان وتو تو سوغي فاليدي ما تصيرش أوتوماتيك فاليديسيون دوا فيريفي قبل ميسي دوما إن شاء الله تبدا مريضنا فما بخي إنسكريبسيون مدام إيمان يجيك ميل فيه ليان كمل دخل المعطيات على المؤسسة نتاعك D'accord. Avec les coordonnées du directeur, personne de contact, l'ism le Saïd Moudir ou le Moudir au téléphone, qu'elle sera valide. Bahi, merci beaucoup, madame. Bahi, Zamila, je crois que tu as dit que tu as une validation, Zeda? Merci beaucoup, Aflema. Saïd, j'ai vérifié la boîte email, c'est bon, la validation, merci bien. شو اسمك مدام؟ مرحبا بك. شكون الاسم؟ هدى بوسعيد. مرحبا مدام هدى. لسي قصيبة عايشك. ميرسي بيان مدام. عايشك. إذا بالنسبة للصورة. عندك فاليداسيون اللي عنده فاليداسيون بركة. خاطر من بعد عندنا مجال للأسئلة. سي لطفي مدام ساوسن. صباح النور الساعة. تفضل. مرحبا. بربي انا لا خاطر المشكله في الانترنت ما انا وصلت كان تو لحقت كان على المرحله هذه معناها انا نقري في المهديه المدرسه الاعداديه برشاشه من المفروض اني في الحلقه التكوينيه الاولى كنت سجلت المؤسسه نتاعي معناها شنو نعمل باش نلحق على الاقل اللي تابل فيها انتم تو انت عندك علاش عملنا عركيز راهو باش تجم تتابع معانا تجم بعد الفيديو يتبع المراحل هذه ويلي اوغا سي لطفي ان شاء الله دوره تكوينيه اخرى تبدا من زيرو كيما هذه تبدا هكاك بالديفازاج مع هذه مديده اخرى تنطلق مع سفرات توما رقميه تكوين اخر يبدا من الاول ان شاء الله كيما هكا يتعاود هذه شكرا جزيلا عايش مرحبا بك مرحبا بك وتنجم تتصل بي ولا بمدام هيام ولا ان عاش عندك شيء عندكمش فكره على سفرات توما رقميه تنجموا تكتبوا المساعدة اي وقت سؤال بسيط بركة انا كنت سجلت المؤسسه كيفاش نعرف المؤسسه مسجله معكم ولا لا يجيك الميل يجيك الميل فاليداسيون شكرا باهي ما خاطر ما وصلني شيء معناها ما نعرفش هو دوب ما تعمل بون انا ان شاء الله اجي نقول لك باش ما نمشيو اليوم في اهداف الحصه هذه كما قلت لكم تو ناكد لكم تبعوا معنا على صفحات التواصل الاجتماعي يا نهار الجمعه حسب ظروف العمل نتاعي ما نكذبش عليك ويا الجمعه يا الاثنين باش نخصوا حصه للمشاكل نتاع التسجيل اللي يحب يسجل ما سجلش واللي سجل وما وصلوا ما عندوش معطيات دخول ولا ما عرفش كيفاه مرحبا بكم خصوا حصه كامله المجال مفتوح للصعوبات هذه الكل بحول الله شكرا جزيلا نتبعوك تو اللي فاد الاستفاده اوليه شكرا مرحبا بك مرحبا بك بالنسبه للصوره
شوفوا معايا تشات هويان، جربني شي بالنسبه اللي ما عندهم الصوره، ولا نعاودوا المرحله هذه؟ شنو رايكم؟ اللي يحب نعاودها نعاودها، حطوا لنا في الشات. هويان؟ نعم مدام احلام. شوف لنا التشات هويان اللي كان فما طلب لإعادة مثلا نعاودوها. نعاودوها؟ سمحتي نعاودوها. انت لابسه نعمل لون e-twinning.net، دخلت ودخلت معطيات الدخول، باش يطلب مني اليوزر نيم والباسورد، دونك باش يظهر اسمك هنا باش تعرف روحك اللي انت كونكتي. سي دونك بعد الولوج طريقتين باش ندخل، يا اما نقرا هنا على اسمي باش يظهر لي، نمشي فير e-twinning live اللي هو كما قلت خاص بكل مربي عنده حساب نتاعو. هذه طريقة الأولى باش تبي إيكوينينغ لايف، باش نبقى روحي لهنا، هاي الصورة اللي عملتها نجيدة بارد، باش نغير البروفيل نمشي هيك لقلب. طريقة ثانية للولوج أيضا، نرجع للبورتال، بورتال من جديد، أنا دخلت من هنا، طريقة ثانية للولوج أيضا هي هنا، هيك لي بوان هذوما الكلافيي الصغير، نوفر غادي ونختار إيكوينينغ لايف، لو تكتشفوهم الآخرين راهو في الحصص الجاية، إيكوينينغ لايف كيف كيف. باش نلقى روحي لهنا، باش نغير المعطيات الخاصة بيا، دونك عندكم هنا الأقلام الزريب بوغ موديفي، هذه طريقة ننقل لهنا ونغير، ولا نمشي زادة للصورة نتاعي لهنا، ولا مكان الصورة وننقر عليها، فما ثلاثة حاجات تيجيكم مون بروفيل، مي زيفينمون، موديفي مون بروفيل، نمشي لمون بروفيل، عرفت فينا باش ن كومون إيديتي مون بروفيل. مدام أحلام سامحني موسيقى. إيديتي مون بروفيل. دونك نقرت على مكان الصورة الفارغة هنا ونمشي لمون بروفيل. بون فما حاجات كيما ما نجموش نحكيو على كل شيء قصة واحدة، هذه البار دو بروغريسيون تبداو انتم جدد في 2% 3% 4% هذه توا حسب العمل تونا راهو في قصص بعد ان شاء الله. مدام احلام بلي كيفاش نسجلوا من الاول، يعني نحن ما ثميش مش مسجلة يعني اصلا لول انت ما سجلتش، ان شاء الله نهار الجمعه ولا نهار الاثنين باش نعمل حصه خاصه بالتسجيل اللي يحب يسجل في التأمة الرقميه. باهي باهي، ما يمنعش كونك تنجم تبدا تحاول تمشي على البورتال، ولو اني قلت وريتها من الاول مش مشكل، مدى تمشي على e-twinning دوت نت لوطا مش لقاء رجواني لا كوميونيتي e-twinning غادي تنجم تسجل من غادي. فما مرحلتين بري انسكريبسيون، تعمر معطيات اوليه خاصه بك اسم ولقب ميل، يجيك ميل على الوقت في الوقت بعد ما تعمل انفوي باش تكمل المرحله الثانيه. دونك تنجم تبدا تحاول باهي. اديسيون دو بروفيل مدام احلام. وي فاليديسيون بربي انا تو عملت باهي سامحني ما نجمش تو، انا نقطه نظام بربي تو باش تمشي الحصه تو نراو الفاليداسيون ديسي دوما تبدا فاليدي، عملتها تو يعطيك الصحة مدام تو وصلنا تو من ديسي دوما هنا في المركز يقع يقع الفاليداسيون إن شاء الله. باهي مرحبا. تعملوا مزية خلوا التدخلات لترى الحصة باش نفهموا يكون الأفكار مسترسلة. شكرا. احنا مازلنا في المرحلة الأولى كومون إيديتي البروفيل، إذا في الصورة إذا قلت نمشي لهنا مكان الصورة الفارغة، بالنسبة للجدد ما عندكمش حتى الصورة نمشي مون بروفيل. هنا القلم هنا بوغ إيديتي على اليمين ننقر عليه باش نغير المعطيات، عندك ميزيماج مون ميزيكول مي سونتر دانتيغي كونفيدونسياليتي اي سيكوريتي، نبداو ميزيماج باش ننقر عليها باش نبدل الصورة. لاحظوا أنا عندي الصورة هذه باش نجيب صورة أخرى من الحاسوب نتاعي، أنتوما مش تبدا فارغة بيان سور، دونك باش ناخذ باركوفير باش يهزني الحاسوب باش نختار الصورة هذه. لاحظوا ما تبدل حتى شيء الى حد الان، لازمني هنا نجي على الصوره ونمشي هيك الاقلم في العاده بوغ ايديتي بوغ موديفي التغيير، ننقر مره اخرى على القلم هنا. طبعا عنوان الصوره ديسكريبسيون مش ضروريه، الحاجه
يلزمني نعملها باش تتغير الصوره على البروفيل نتاعي هي يفوكوشي لهنا نعلم لهنا العلامه نقرا وديما نحاول نقرا الحاجه مكتوبه ديفينير سيت فوتو كوم ايماج بار ديفو اوكي نقول له انفوي اخر مرحله ننقل لهنا نبعث التغييرات انفوي اوكي دونك ديتو جات الصوره هذه ولات لهنا هذولي واضحه العمليه باه هو شنو رايك خليه شويه وقت يجربوا بما نطلبوا الاعاده تكتبوا لنا بربي على الشات ولا نواصلوا كيما تحبوا احنا قلنا راهو طريقه مبسطه هي قالت هذه الصوره اجباريه راهي هي هذه الكل باش يكون البروفيل نتاعك جالب للشركاء قد ما يكون واضح قد ما يكون خير نواصل نعم نواصل اوكي ديما نرجع لإديسيون دو بروفيل شنو آخر نجم نغير دونك دينا ميزيماج كيفاش نبدل الصورة نزيد نهبط هنا في المعطيات كي تعمل انسكريبسيون فما بيوغرافي لازمك تعمرها بيوغرافي هذي ماذا بيك في جملتين توصف انت علاش مهتم مثلا بالبرنامج تاع عمر حميه علاش انتخرت خاطر هذي البيوغرافي بغير بيوغرافي باش تظهر للناس الكل اللي منخرطين في التوأمة الرقمية من جميع الدول يعني من بعد يبداو هما يبحثوا على شريك ولا انت باش تطلع على معطيات اي مربي على المنصة باش تغزل هذه معلومات عامة انا بالنسبة لي مثلا شنو كيتو جو سوي مومبر دو بورو داسيستانس بارتنير تونيزيان جو سوي با ان مزور دو بارتيسيبي ان بروجي ميرسي بون انا بما اني من اعضاء مكتب المتابعة ما عنديش حق نشارك في المشاريع وكتبتها بالانجليزي زاده للي ما يفهمش الفرنسيه تنجموا تكتبوا انتم حتى بثلاثه لغات عربيه فرنسيه انجليزيه مثلا عندنا شركاء عرب زاده والشركاء عرب تعرفوا الاغلبيه مثلا عندنا لبنان يفهموا الفرنسي الاردن مثلا ما يفهموش الفرنسي يعني لازم نكتب لهم بالانجلي تكون واضحه البيوغرافي نتاعي دونك ونجموا نبدلوها اللي ديجا كتب ينجم يبدل معناها يعني هنا نجم نغيرها مثلا موديفيابل لا اله الا الله بالنسبه للاسم واللقب اذا غلطت وما عملتش عملت اسم مستعار بربي ما تخليوش اسم مستعار بدلو تجم تغير اسم واللقب لا اله الا الله النوم ديتيزاتور هو ما يتبدلش المود باس في اي وقت تجم تبدلو كي سي بور شانجي فوتر مود باس يعني وقت نقعد هنا تعمل مود باس جديد انا مانيش مش مبدل انيلي دونك بيوغرافي ليها نجم نبدل مونتاج نجم نبدل اسم اللقب نصححهم اذا كانوا غلطين بركا اليوزر نيم ما يتبدلش يحطيكو نون ديتيليزاتور سيت ويب اذا كان عندك سيت ويب فيسبوك تاك لينكدين ليان تويتر اتسيتيرا تحبش يجيوك نيوزليتر نتاع ايتوني يجيك بريفيرونس سوي تبدو على علم بالجديد وشنو اللونج اللي تحب يجي بيك يجيوك نيوزليتر دونك تنجم تختار اللغة اللي تحب أنت وبعد ما نغير ما ننساش نعمل أنغوجيستخي لي موديفيكاسيون دونك لي دوني أونت إتي سوفغاردي كي إيسي بور ماسكي سو ميساج أوكي رجعنا من كل باهي كملنا من ميزيماج توا والمعطيات هاذيك الخاصة باش نرجع ديما مون بروفيل هنا كيما وريتكم في الأول إيديتي بالنسبة حتى اللي قدم تو مش جدد وبدلوا ليتابليسمون سكولير راهو تنجمو توا على المنصة تبدلوا انتم ليتابليسمون سكولير وهذيا هامة برشا دونك انا نقلت سالي ترونسفير من مؤسسة تربوية لمؤسسة تربوية أخرى حتى من ولاية لولاية مش نفس المؤسسة ننقل هنا ميزيكول شوفوا الملاحظة هنا لونجيسترمون وين نلقاوه؟ أنا دخلت ما عنديش برشا لونجيسترمون نلقاوه بعد اي طلعت ونهبطوا على الفيسبوك نتاعنا ان شاء الله. الباج نتاعك انت يا فيسبوك الباج نتاعك؟ تاع باج ايتويني تونيزي ولا لي زيتوينر عندنا زوز هوية نحط لهم الروابط تاع فيسبوك باج نتاعنا اوفيسيال ايتويني تونيزي عندنا جروب اوفيسيال لي زيتوينر شاركوا فيهم الزوز وهذيك تابعوا فيها الانشطه نتاع توأمة رحمية المربين اللي يخدموا على توأمة رحمية بصفة عامة. هنا شي يقول لنا في التغيير نتاع المؤسسه التربويه ديما لازم نقرا بالبدا سي فو زافي شانجي ديتابليسمون سكولير او كو فو ترافايي دون بليزيور ايكول
ne changez pas les coordonnées du premier établissement. يعني انت المؤسسه اللي سجلت فيها تقعد هذيك ما تغيرهاش ما تغيرش المعطيات. Cliquez par contre sur ajouter un établissement et envoyez les coordonnées du nouvel établissement scolaire. يعني اذا غيرت انا من مؤسسه لمؤسسه ما تحاولش تغير المؤسسه اللي في البروفيل. لي تمشي ajouter تمشي mes écoles ou ajouter une école. تزيد ايكول على الاولى. خاطر خدمت خدمه خدمت مع تلامذة معين اقسام معينه في مؤسسه معينه تقعد هذيك في الارشيف نتاعك مشيت مؤسسه اخرى باش تعمل خدمه جديده وتلامذة فو اجوتي اون اوتر ايكول دونك هنا بالطبيعه باش تختار الفيي تمشي لتونيزيا في اخر الفيي قل تونيزي تختار الريجيون نتاعك باش تختار لي ريجيون نتاعنا كانك من يابس من جلوب ولا مطر وين عرفت بالنسبه ليا واحد باش مش غايب بيان سور وتكتب اسم المؤسسه تاعك بكل وضوح مثلا انا ما نعرفش كيفاش نكتب نكتب حتى كلمه برك ان مو كلي تاع اذا كان مؤسسه موجوده ديجا تو تظهر لك ونقول له ريشيرشي شوف مثلا كتبت كلمه بورقيبه جا ظهروا لي زوج مؤسسات لي سي بيلوت بورقيبه ايكول بريمير افونيغ بورقيبه لا مرسى دونك اذا انت ديجا المؤسسه اللي مشيت لها جديده مسجله يسوفي باش تكتب كلمه منها ولا موكلي تظهر لك نمشي لليان هذايا ونقول سي مون ايكول هذه اللي حاجت بها مثلا داكوغ اذا ما لقيتش مؤسسه جديده تمشي للرابط هذا اذا كان مؤسسه لقيتها نمشي للحاله الاولى ننقر هنا دونك شويه معطيات باش تعمرها انا انسينيون هنا فما برشا حاجات دونك خلي انسينيون نختار السيكل نتاعي مثلا بريمير نقولو سويفون ايدي دو بروجي شنو هي فكره المشروع نتاعك شنو هي المشروع نتاعك يعني الفكره كفكره تختار حتى طونداج دي زيليف شنو العمر تاع نفسك تختار اللغه اللي تحب تخدم بها اكسترا شنو لي ماتيير اللي انت تخدم عليهم تختار ومن بعد مثلا باش نختار نيمبورت بيجي نقول ابيرسيو فوالا يعطيك المعطيات Une fois que c'est bon, on peut envoyer. Maintenant, quand on peut envoyer, je vais aller puis profiter de la vie, les C, puis l'autre, Bourguiba. Donc, je vais retour. بالنسبة للحالة الثانية ده ديما مش نرجع نذكركم من مشيت مكان الصورة مون بروفيل فوالا اديتي ما ننساش هيك الاقلام نمشي غادي مش نبدل مون ايكول انا نقلت من مدرسه من مؤسسه لمؤسسه تربويه اجوتي اون ايكول احنا مشينا الحاله اللي مدرسه ديجا موجوده في طقم رقمي كالعاده باش نختار تونيزيا نراو الحاله الثانيه اذا مؤسسه ماهيش موجوده مازالت ما تسجلتش دونك نقوم بتسجيلها في وقتها par un régime je me suis votre vous ne trouverez pas vous ne trouvez pas votre école et dans le pitch moi c'est ce qui est encore arabe hebdaya on a un l'estimar ali djini et cetera اسم المؤسسه التربويه هام جدا واش نكتب بطريقه صحيحه واضحه نيمورو ديكول اوفيسيال تعرف كل مؤسسه تربويه وزاره التربيه عندها المعرف هذاك نتاع المؤسسه نكتبه لهنا pays, la région, l'adresse, ville, code postal, coordonnées, email, téléphone, un petit site web, information sur le principal. Le principal est Saïd Moudir, Saïd Moudir, Saïd Moudir, adresse mail si vous voulez, etc. Tout le chiffre suivant. Donc, c'est mal à la marra, on va envoyer, il a. Donc, il y a une ان شاء الله تكون واضحه بالنسبه حتى فما جاتنا كنا احنا النقل اون بو لو فير تبعثوا لنا المعطيات ونقلوا لكن انا توا نجم نعملها وحدي علاش ما نعملهاش وحدي ماهيش حاجه صعيبه كما تروها هذه بالنسبه لإديسيون دو بروفيل شنو مازال اخر نريد نشوفوا لي سونتر دانتيري كيف كيف ايدي دو بروجي نحب نحط هنا حسيبوا اقرا وعملوا اللي تراو تنجموا تعملوا لي ماتيير لي سونتر دانتيري نتاعي اتسيتيرا confidentialité et sécurité, qui peut consulter, mon profil peut être consulté par tout le monde, y compris quelqu'un qui n'est pas membre du CUNY, qui m'a abonné, qui a abonné le profil de TEC à l'Internet, ou à laquelle mon travail peut être maintenu.
D'autres enseignants et cliniques peuvent commenter mes publications. Oui. Salut, une clinique commentaire par les enseignants. Chira, Tafia, etc. Je peux signaler un abus, on peut signaler, etc. Bien. Et là, on s'en va à العرض نتاعنا اذا اديتي مون بروفيل ان شاء الله تكون واضحه اذا فما سؤال فضوا في الموضوع هذا يا سيدي بالنسبه للانسكريبسيون مشاكل الانسكريبسيون بين ظفرين مشاكل اشكاليات صغيره ان شاء الله نحلوها في الحصه القادمه تو نعلمكم وقتاش الحصه خاصه بالتسجيل والمعطيات الدخول كويان معاك مدام احلام نشوف فماش سؤال هيان حتى ما نجمش انا نجم نسال اي نجم ممكن تبدا عنا نقريو اكثر من ماده اون سينيال يعني نحطوا لي نحن نقريو في المواد الكل ما تحب مواد هو بالعكس المشاريع التوأمة رقميه خدمات على البلوري ديسيبليناريتي يعني تقاطع بين المواد حاجه هامه وتدخل في يعني تحقيق مهارات قرن 21 ولا 20 اكسترا دونك تجم تختار لو ماتيير اللي انت انتريسي وحتى زاد اللغات زاد بالطبيعه لكن انت تتقن اكثر من لغه حط خاطر انت عندك شركاء من البلدان الكل دونك اللغات الكل مش حتى يبدا مشروع باش يخدم مثلا من بلغتين مثلا فرنسيه وانجليزيه ولا فرنسيه واسبانيول ولا ايطاليه فما عندنا مربين يتقنوا برشا لغات ايطاليه اسبانيه دونك موجودين مشاريع حتى باللغات هذه مرحبا بك دونك تنجم تحط اكثر من لغه تنجم تحط اكثر من ماده شكرا فما اكوزي واحد يوزر داخل اسمه يوزر يبعث في كابتور اكران يقول اكوزي ريفوزي votre tentative de connexion a échoué car votre compte n'a pas encore à valider ب تو مع مدام احلام بعد حاسين نشوفوا لكم بعد وين يكتب الاسم كل شكون اسمه طيب اكتب الاسم واسم المؤسسه مدام احلام وي مرحبا صباح النور صباح النور ايمان غربي معك انا استاذه عربيه كي حطيت الماتير اول مره كيما قيت ما لقيتش يعني انا مثلا شكون حطيت لي لونغ اترونجير خاطر ما لقيتش يعني حتى حاجه يعني خاصه بالعربيه فهمت معناها في الماتير اللي قري فيها اضطريت باش ندخل حطيت لونغ اترونجير ما حطيتش مش مشكل من بعد في العمل في على المشاريع انت وتتفاهم انت واش تحب انت واش يقولوا لي بلوزوان انت والحاجيات نتاعك في قسمك كنت تدخل في مشروع راه تحب نقول حاجه هنا راهو اتوجين في البدايات ادخلوا حتى واحد باش يقول لك واش بيك تعمل ولا ما عملتش قاعدين نتعلموا في البدايه هكا ولا ناس كل نتعلموا لو واحد تخلي يعرف يخدم على المشاريع وفهم الخدمة وكنا نتعلمه بشوية بشوية دونك ادخل كونيكتي عندك فكرة مشروع انت عندك ما تقبلش اي مشروع حتى باش يجيكم ديزابليكاسيون ادخل معايا مشروع ادخل ما تدخلوش في اي مشروع يجينا ونقعد ما نخدمش لوين نبدا نقبل في المشاريع فما لقدم يفهموا فيا يعني اللي قاعد نقول فيه نقعد نقبل نلقى روحي اونسينيون عنده 30 مشروع يخدم على واحد برك علي ما نقبلش انا عندي اهدافي في قسمي عندي برامج رسميه عندي اهداف نحب نحققها عندي حاجيات تلامستني حسب الحاجيات انا عندي فكره مشروع هو العمل على البيداغوجيا المشروع مش حاجه جديده علينا جديد في الاتوينيك اللي انت باش تولي تخدم بالشراكه مع مربين وكان داخل هيك الحاجه الحلوه والاضافه والابداع والتجديد فيها برشا فوائد كليندا راه تعمل كذا سوا كبير كليندا كي باش يخدموا على حاجه بطريقه تشاركيه ما عادش باش نخدم وحدي في قسم انا وتلامستي تاعها الفينيغرا مش نخدم وحدي ونحط الخدمة على البلاتفورم ونخرج ليه 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 المشروع العمل يتبني بالنشاط بالنشاط هذا باش نخدموا عليه ثلاثة أربع شركاء كل حد عنده تاش في النشاط هذا يدور عمل متكامل بعد هذيك هي السر نتاع الفينيغ هي العمل التشاركي التواصل إلى غير ذلك والتجديد بالطبيعة إن شاء الله وضحت لك مدام إذا فماش أسئلة أخرين نواصلوا العنصر الثاني أجوتي أن كونتاكت كيفاش نزيدو كونتاكت انا مي كيما عندنا لي زامي في فيسبوك كيما في الريزو سوسيو نجم نزيد هنا نزيد نبحثو على ان كونتاكت تحبو نزيدو تنجم تزيدو احلام بن علي ويا حروب يجربوا انا باش نوريكم تو كومون اجبت ان كونتاكت
نرجع للشريحة من أول. أول حاجة أنا في الإتويدين لايف سي دخلت في العادة. شنو هنا التربيعة اللي هي أكيد هي بيرسون، مش نبحث على شخص، مش نبعث الإنسان بالطبيعة طلب صديق هنا هذا الإتويدين. نقول الشيخ قبل نلقى عندك بيرسون هنا ننقر عليها. تلاح هنا فما دي نوتيفيكاسيون كيما في الفيسبوك تجيك نوتيفيكاسيون، وإذا كان فما ميل باش نراو اليوم كيفاش نبعثوا ميل كوين ميل كيف كيف يجيك هنا نوتيفيكاسيون اللي انت عندك ميساج. دونك ذكرنا باش باللي ريزو سوسيو المنصة هذه، وهي بالفعل راه وقت اللي أنشئ إتوينين وأنشئت هذه المنصة اللي هي آمنة ومؤمنة كان ذاتنا حبوا يعوضوا بها لي ريزو سوسيو خاطر أونكادغي هنا بالإطار التربوي. التلامذة كلهم مؤثرين بالأساتذة نتاعهم والمربين نتاعهم، دونك حاجة مؤمنة، حاجة ما نخافوش على وليداتنا كي ندخلوا هنا البلاتفورم، فما خبراء قاعدين يتبعوا ديما فيها جديد، يعني حاجة ممتازة اللي عمل هنا على المنصة هذه. في نفس الوقت يحصل هيك التفاعل وهيك التواصل يكون في إطار عمل كله كما قلنا مؤثر من طرف السيدة المربية. دونك شيرشي اون بيرسون، دونك هنا مثلا ريشيرش فما سامبل باش نكتب اسم أحلام مثلا فيظهروا لك أحلام تكون نعمل ريشيرشي. وفما ريشيرش ملتي كريتير نقولوا اون افين حتى في ريشيرش جوجل نعملوا بوغ افيني لا ريشيرش نزيدوا حاجات ولا نختاروا حاجات باش يضيق لي الريشيرش. حتى كي تحط اي اسم في المطلق تو يجيب لك برشا باش تضيق انا الريشيرش نعرف نختار نلقى اللي حاجتي به. وهذا فالابل في لي زونجلي الكل هنا ايفينمون بروجي جروب اتسيتيرا ديما جافين لي ريشيرش نتاعي. دونك في الريشيرش ملتي كريتير باش نختار مثلا بي انا مش نلوج على واحد تونسي من تونس مثلا مدام فلان ولا مدام ميان لا اله الا محمد رسول الله باش نتعدى ديمونستراسيون ديريكت. دونك كيما قلت توا انا في الايتوينينغ لايف نتاعي دخلت باش نمشي لبيرسون باش نكتب هنا مثلا ريشيرش سامبل باش نكتب اسم مونيا مثلا نعمل ريشيرش شوفوا قداش جاب لي في الريشيرش 23 اسم تقريبا فيهم الحروف هذه. اذا انا نعمل ريشيرش ملتي كريتير باش نقص نحصرها في مثلا في تونس نختار مونيا تونسية حتى فما مونيا موجود حتى في اللي فوجي تونسي دونك اختار تونس ونقول له ريشيرشي. دونك هنا نقص لي ولاو أربعة برك تاكدوا باش ناخذ مثلا مونيا بوزيدي أنا الاسم هذايا اللي هي إيكول بخيمار روي بجاوي جندوبة تونيزي باش ننقر على اسم مونيا باش يظهر لي البروفيل نتاع مدام مونيا بوزيدي هاي تصويرتها مدام مونيا ونحب نزيدها لي كونتاكت نتاعي. هنا ما زلناش نعملو كونفيزيون بين سابوني اونفوايي اون دوموند دو كونتاكت هاهي بوغ اجوتي ان كونتاكت هنا اونفوايي اون دوموند دو كونتاكت. مي لاش معناها سابوني؟ سابوني معناها كي تعمل شخص سابوني مثلا باش تعمل ابوني لمدام هويام باش تولي اللي تنشرو هويام على التابلو دو بور نتاعها على البروفيل نتاعها ولي يعلمك بيه كيما انت تعمل سويفي على الفيسبوك ولا على تويتر واللي يعلمك الفلان فلان ينشر حاجه ولا شارك حاجه تجيب معناها متابعه للاعمال والانشطه اللي يقوم بها هذاك اش معناها سابوني. لكن باش يولي باللي كونتاكت نتاعي وهم برشا خاطر راني ما نجم ندخل في العمل على مشاريع تؤمه رقميه مع زملاء من تونس ولا خارج تونس الا ما يكون parmi les contacts nté, yani les amités. Donc, Madame Mounia Bouzidi, je lui envoie une demande de contact. OK. Donc, Madame Mounia, il se met à j'ai une notification, qui m'a en a dit, il y a trois notifications. J'ai une autre année. Bon, il y a une fois, Insaf Ben Rachid veut vous ajouter comme contact. Je vais accepter, Madame Insaf, marhababi. Andihna Radwin Bouzayen, Dwen. Je vous ai fait contact. مرحبا سي رضوان هاني قبلت نلقى بسمه محجوب بو بوزاجيتي كون كونتاكت هكا سي اوني اني
دونك هذه المرحله هامه باش تخدموا على مشاريع وتستدعوا بعضكم المشاريع تو نزيدوا نراو التخصص القادم مع مدام هويا ان شاء الله تجيك نوتيفيكاسيون دوموند اجوداني تقبل تو مدام مونيا بوزيدي في انتظار تقبل هي دوموند كونتاكت اللي بعثتي لها نجم نبعث لها كمان حتى ميل اذا احنا بحدا سابوني انا اونفويي ان توين ميل هنا عليك الرساله المعصوم ضرب هذيك ننطر عليه دونك Rédiger un nouveau message. À qui ? À Monia Bouzidi. Je n'ai pas l'objet. Je ne vais pas en cesser. Abdelkhara, je vais vous dire. 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 بويان خروج يوم سي سي خليت سي سي تعرفوها كي نحب نبعث العبد داخل وهو ما يظهرش للاخرين دونك لوبجي واتر ميساج باش نكتب ميساج باش نناقش انا وياه على فكره مشروع مثلا اي شريك من تونس ولا من غير تونس نجم نبعث له باش نناقشوا فكره مشروع اتسيتيرا من بعد نعمل اونفاي هذايا اونفاي un tweet mail. Retour à la boîte de réception. Donc, il y a des messages contact, ou tu fais un mail. Bérid à la ministre de Tawma Rahmi. Chalat Koun Wadha, Hawal Kimchi Kaakou le maximum. Il y a des messages qui sont marqués. Oui, est-ce qu'il y a des questions? هما لما حالة برشا مدام أحلام أما ما همش ما يخصوش المراحل اللي تقدم فيهم الكلها معناها نجمو نقدموها خليوها يعني آخر حصة خليوها آخر حصة إذا كان خارج اللي نقدمو فيه نخليوها آخر حصة باهي إذا كان جيت شوفوا كيف المحال فماش حاجة تخص اللي قدمت الآن نتعداو للمرحلة اللي بعدها أحلام عندي سؤال سؤال يخص المرحلة هذه. مرحبا. تفضلي معنا ساعة. نبيلة خليفي أستاذة مدارس ابتدائية ومازلت مبتدئة في مرحبا بي. الباج هذه. أولا كيبدا أنا ما عنديش كونتاكت، ما عنديش شكون باش يعني باش نبعث له. ما نجمش نعمل حتى عمل تشوير كي كان ما يبدا عندي كونتاكت مع يعني أشخاص لينا. وكيفاش نجم نلقى لي كونتاكت وأنا ما نعرفهمش. هي تو تراوا الحصة الجاية قطر في فوروم بارتنير. في فورم بارتنير هذايا محدد من قبل ما تنجم تدخل وترى الاسامي ولي بروبوزيسيون تاع افكار المشاريع مثلا هنا كي نمشي ل ايكونوميك بلس اللي احنا ايكونوميك بلس باش تلقى فورم هنا الاشخاص اساميهم تنجم اي واحد تمشي له تبعث له حتى ولو هو هو الصديق مثلا لإلانا رسول الله هذايا شنو اسمها خوفين نتاعها ريتا اي اسم تنجم تبعث له ميل ومن بعد إذا اتفقتوا يجي يكون في الكونتاكت نتاعك. داكوردو؟ تو تراوا فورو بارتنير هامة برشا هذي في البحث عن شركاء والمشاريع ما شاء الله مع مدام هويان. هدي بوسعيد قالت كلي لا بخومييغ إيتاب بوغ أجوتي دي كونتاكت. لا بخومييغ إيتاب بوغ أجوتي دي كونتاكت. ساعة احنا قلنا تنجموا تجربوا أنفوايي أي سيدي نجربوا معايا ولا مدام هويان. اكتبوا في الغوشيرش هويان. انا مكتوب بالعكس انا لقى روحي كاتبه خروبي هويان شو باش يعطيك تكتب هويان برك يعطيك هويان ها هما هويان فاسي وخروبي هويان ها جربوا يا جماعه اعملوا ريشيرش سامبل اكتبوا كلمه هويان ريشيرشي وبعثوا دوموند دو كونتاكت لهويان ولا احلام زاده جربوا زوز ابعثونا للزوز يا سيدي نطبقوا اللي قلناه قبل ما نتعدوا للمرحله الثانيه احلام كيف كيف عطاني وكا احلام بن علي فاتو سنتين ريشيرشي هاني احلام بعد فوالا هاني جيت انا لهنا فما احلام تركيا هاي هنا احلام حشاني احلام همامي احلام الدين احلام ساحلي اتسيتيرا دونك جربوا ابعثونا انا ولا هويان هاو تو نراهم بالوقت لي نوتيفيكاسيون عبد اللهوي وليد مرحبا انوفو تونور صارت فاليداسيون من اليوم ولا امس وليد نسيت اسم
مازال جديد في ذاكرتي، مرحبا بك وليد، جاكسبت لا جو دو كونتاكت. رجاء جماعي مرحبا بك يا رجاء، جاكسبت. غريبي ايمان مرحبا بك، جاكسبت. حياة بن احمد كيف كيف، مرحبا. انا ديجا بعثوا لي، ابعثوا له هيام، جربوا هيام ولا انا ديجا حتى مدام هيام، بعد بقية السفراء تو تتعرفوا عليهم ان شاء الله في الحصص القادمه، السفراء تو رقميه اللي يغطيوا كامل الجمهوريه التونسيه. بما ان العمل ان شاء الله في الفتره القادمه مش يكون عن بعد بظروف دونك التكوين مش يكون عن بعد مع سفرائنا ان شاء الله، تو تتعرفوا عليهم وتنضموا الحلقات التكوينيه مع جميع السفراء. اليوم معنا مدام هيام، ان شاء الله في الحلقات القادمه في الدورات القادمه نكونوا معكم سفراء رقميه الاخرين من بنزرت من شمال الى الجنوب. لا تطاوين استعمارك، كل كنت تطاوين وكل استعمار مرابط مشكور. وايضا فوالا جو رسوا دوتر فان نوتيفيكاسيون هاي جاكسيت عطيت دونك سافا العمليه دونك مش صعيبه. اميره مرحبا، اميره دره اماني دونك سي بون العمليه ناجحه. هذيك التمرين تقييمي صغير هذايا. شكرا جزيلا، يعطيكم الصحه. اذا كان ما فماش دي كيستيون باش تعديو مع مدام هي مرحله هامه كيما قلت اليوم عملنا على التيمز خاطر ما تجلكم ما تعرفوش تتعاملوا مع ادوب كونيكت. الحصه القادمه مش تكون بادوب كونيكت، ويمكن اذا كان لقيتوا صعوبات نعاودوكم على التيمز انتظار تتمكنوا منه تثبيت برمجة أدوب كونكت باش تتعاملوا معها في اللقاءات القادمة على منصة توما رقمية اللي هي سيف وأحلى بصراحة وتكتشفوها مع بعضنا. دونك ميرسي بوكو، جو في أريتي لو بارتاج، أي ستوب شيرينغ ماي سكرين. هيام نعدي لك الكلمة، ومشكورة هيام برشا على الموجودات اللي قمت بها. تفضل مدام هيام. يعطيك الصحة مدام أحلى، معلومات مفيدة وقيمة ولخصت بالباهي يعني متاع برشا حصص قدمتهم اليوم. احنا نحاولوا باش نعملوا حاجة اكسيليري لربح الوقت، وبارك الله فيك، يعطيك الصحة مدام احلام ولا بالحق. الصحة ناس كل، وعلى كل حال ما عديتش برشا اسئلة خليتهم لاخر الحصة باش ياخذوا وقت معناها بالباهي. اسكو البارتاج قريب بي نراو في التيمز نتاعك طلبني احنا تو باش نشوف كيفاش احنا اليوم في الريونيون على تيمز نحبوا في الحصص القادمه، وانتم بطبيعتكم في عملكم باش تستعملوا الريونيون على الادوب على البلاتفورم، يعني في الحصص القادمه مش تكون على الادوب مش على تيمز. عندنا اون ا 3 ماتيير pour rejoindre une réunion. باش نمشي ما نبقاش في البريزونطاسيون دونك باش نمشي للبلاتفورم. عندنا 3 ماتيير باش نشوفوهم تباعا المراحل هذوما، وبعد نشوفو كيفاش كومون جانستال الادوب كونيكت. انا نحب نخرج من التوينينغ لايف ونبدا ملول. نمشي للموتور دو ريشيرش ونكتب www.etwinning.net www.etwinning.net. كما شفنا في المراحل اللي فاتت في الحصص اللي فاتت، اما بما ان معانا جدد طيب نرجعوا لها هذه في حصص قادمه كما قالت مدام احلام البورتاي وهذوما كلهم نشوفوهم. اما اليوم اللي يهمنا هو لايف اتوينينغ لايف. جي كليك بون انا كونيكتي نورمالمون، يطلب مني هذا نكتب معطيات الدخول نون ديتيليزاتور ومود دو باس. كما قالت مدام احلام نون ديتيليزاتور ما نجمش نبدلها، مود دو باس نجم نبدلها. باه دخلت لي تونين لايف. اليوم شوفوا ايفينمون باه كومون ريجويندر ان ايفينمون. جو كليك
انا توا في ليفينمون عندي. انا عملت حضرت لايف هنمشي لها ساعه خاطر نسيتها. حضرت لايف باش نحاولوا مع بعضنا توا تلتحقوا بها باش نشوفوا مدى نجاح الاكتيفيتي. نرجع مالا نقرا على ايفينمون. الميثود الاولى باش نلتحق باللايف هي نمشي للبار دادريس هذه البار دادريس ونكتب ايفنت سلاش ونحط رمز الحصه. رمز الحصه يعني في الحصص القادمه نبعثو لكم رمز وانت تكتب ايفنت سلاش والرمز اونتري. بون كتبت هنا بالغلط هنعاود. بون ايفنت سلاش الرمز فوالا. هذه هي اللايف نتاعنا. هذه المرحله الاولى. بما اني انا عملت اللايف غنمشي للحساب اخر ندخل كاينكم انتوما باش تبحثوا على اللايف هذه. باه نعاود مالا نمشي الايفينمون. نمشي الايفينمون نمشي للبار دادريس جيكري ايفنت سلاش اي جو مي لو كود انتري. فوالا انتم مش تطلع لكم هذه ريجواندر سيت ايفينمون. اللايف القاعه تتحل تنفتح في وقتها. قبل الوقت يتسجل اسمك هنا في البارتيسيبون عباره شديت مقعد يعني حجزت مكان فيها. تحجز مكانك حتى من تو في اي وقت ولكن تتحل اللايف في وقتها. مثلا انا عملتها مدي ساعة تتحل مدي ساعة القاعة. دونك ماذا بي تحجزوا الاماكن رجواندر سيت ايفينمون. هذه الطريقة الاولى. الطريقة الثانية ايفينمون ونمشي للرزنامة اليومية هذه كالندري نختار اليوم اللي حاجتي به. مثلا 2 سبتمبر 2 سبتمبر اذا كان نعرف ونبدا نشوف في لي زيفينمون تاع اليوم. هذوما لي زيفينمون تاع اليوم. عجبتني اللايف هذيا مثلا جو كليك اي ريجواندر. بهذه طريقه ثانيه. الطريقه الثالثه هو كان نعرف اسمها ولا نعرف مو كلي حتى كلمه واحده نكتبها تيست. نكتب معناه في الريشيرش. نمشي للريشيرش ريشيرشي شوفوا هنا الريشيرش معناها عام تيست وكهو يعني باش يجيب لي برشا دي زيفينمون. نعرف الانترنت اللي غالب بطيئة شوية. ولا هذوما اللي لايف اللي عندهم علاقة بكلمة تيست عندهم علاقة بالمو كلي تيست. لكن كان تلاحظوا جبت لي دي زيفينمون اقدم نجم ولا في تواريخ ما حشتيش بها. مثلا نجم انا هنا نزيد ندقق في البزوان دون ريشيرش ملتي كريتير ونحط مثلا التاريخ اللي حاجتي بيه. مثلا نزيد ندقق نحبو اليشيل اوروبيان ولا ناسيونال ولا اون ليني ولا سور بلاس ولا اليشيل ريجيونال. ندقق نختار نوع نزيد كيف كيف نختار هنا هي سيونس دو فورماسيون ولا سيمينار ولا كونفيرونس مثلا الى اخره. نحط التاريخ نتاعها بار اكزومبل 2 سبتمبر. اذا نختار اللغه نتاع الريونيون بار اكزومبل انا اخترت اليوم تكون بالفرنسي و ريشيرشي. يعني عندنا 3 ميثود. مال عندنا الكالندريي وعندنا ريشيرش وعندنا الكود. بماذا هذه كومون ريجواندر ايفينمون. توا كومون اوبتونير لا دوب كونيكت كيفاش باش ندخل للقاعه نتاع غينيون من غير ادوب كونيكت. يعني ضروري جدا يكون عندي لا دوب كونيكت. نرجع ليفينمون
ايفينمون. باش نكتب نرجع لللايف نتاعي نتاع اليوم باش نكتب event slash code entrée rejoignez cet événement retour entrée dans la salle de rencontre اللي ما عندوش Adobe Connect وقت ينقر هنا على البوتون هذي يطلع له مساج يقول له تيليشارجي ادوب كونكت ديما وي اوكي اوكي لين يتسب عندك لادوب كونكت بما اني انا ما عنديش ادوب كونكت. هذه طريقه. الطريقه الاخرى نحط لكم رابط في الشات ديريكت تيليشارجي منه لادوب كونكت صب منه لادوب كونكت. هذه الطريقه الثانيه. هذا رابط لادوب كونكت انا عندكم ومشكوره زاده مدام احلام ديما تسعى باش توضح حطت لنا فيديو يوتيوب كومون ريجواندر لي زيفينمون زاده باش نحط الرابط نتاعو زاده تبعوا الفيديو هذا يساعد. وانا زاده على خطى مدام احلام زاده حضرت فيديو بسيط للأثراء دون كانوا عنا اللي ما فهمش بهذي يفهم بهذي وإن شاء الله نمشوا فرحانين وكنا عنا لادوب كونكت. إذن أنا تو في انتظار أنكم تلتحقوا بالرينيون هذي نحب نشوف برشا من الحاضرين حجزوا أماكن للرينيون هذي هي حاليا مفتوحة نجموا يعني حتى من تو لكن ما نجموش نقصوا على اللايف هذه ام ميسج صبوا مادامها موجوده تنجموا تصبوا منها هي لادوب كونكت تنجموا تحجزوا الاماكن. يلا نحب نشوف برشا حاليا عندنا كان زوز من الناس. نرجع للكونت نتاعي événement, oui, test, participants. Voilà, bravo, on a 15 participants. Voilà. Donc, mais de la manière dont la fois prochaine, nous allons entrer ensemble la salle de rencontre. واضح من المره القادمه نكونوا في الحصه في القاعه هذه نهبط لكم الكود انا ولا مدام احلام نبارطاجو الكود نتاع الحصه ونلتحق لكم بالرينيون سور ادوب كونكت. دونك مدام احلام انا كملت ميام ماذا بينا يدخلوا الماكسيموم نشوفوا الصعوبات مع ميام اي متفقين عنا احنا عنا تقريبا 90 بارتيسيپون راهو ميام في ال وي في ال دونك متفقين الماكسيموم نجمو نبداو بالطريقه الكود سهله احنا كي نحطو لكم اللين على الفيسبوك نحطو اللين في الكود دونك يسوفي كيما قالت مدام هي في البارد ادريس زيدوا كلمه ايفنت سلاش وتحطوا الكود تجم تعاود توريها لهم هي نخلي يلتحقوا برشا ميساج تعاود توريكم مدام ويم كيفاش نزيد بطريقة الكود وهي الطريقة الأولى لا في سامبل عايشك جماعة حطيت لكم الفورميلير بربي كلمة ملاحظات ولا حاجة حطوا أسئلتكم الكل واللي تحبوا تفهموه الكل وإحنا بعد تو نشوفه به أنا تو خلنا نخرج هنا سامبل ندخل الاتويني لايف من بعد ندخل ايفينمون ايفينمون جوفي نمشي للبار دادريس نكتب ايفنت او في او ان تي سامحوني ونحط الكود انتري اها event slash slash
الكود event event slash الكود. ما أدرى أنا ما حكيتش الكود في التشات ذيك علاش event slash كود. فوالا امشي نحط توا الكود في التشات. واضح هكا؟ واضح مدام احلام؟ وي 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 وي. واضح أنا حطيت الكود في التشات. به اللي طلب ريبيتي لا بارتي كالندري. اوكي حاضر. جو كليك ايفينمون ايفينمون جو في الكالندري نختار اليوم. اليوم احنا 2 سبتمبر. حبست الانترنت voilà je clique 2 سبتمبر ونبحث اذا كان عندي اسمها او حتى الصوره. مثلا شفت الصوره هذه voilà هذه هي. ننقر على العنوان نتاع ليفينمون عنوانها اي ريجواني. ننقر على رجواني. اما ديما طريقه الكود اسهل كما قالت مدام احلام نكتب event slash code event slash code. نرجع مره نشوفوا قداش ولاو البارتيسيبون. ولا 24 نحب أكثر عاد عنا 300 تقدر. هي الطريقة الأولى كيبدا عندك يعني منشور بالكود أسهل طريقة. الطريقة الأولى تحب أنت تلوج واحدة حتى يليك أنت ديفلوبمون بروفيسيونيل دي زيدين مونتا نظمين من السخرين شو ركي تلوش وتجم تحضر كيف ده أوبر. وإن شاء الله في الحساس القابلة باش تراو معنا كومو انت بيدك تبرمج ان ايفين مون باش تعمل لقاء مع زملائك مع شو ركي الى غير ذلك. طيب مدام احلام ما نعطلكش مالا على الاسئلة. خلنا نربحوا برشا وقت اكثر ما يمكن. بالنسبه للترسيم هو فما برشا جدد يحبوا يسجلوا في التوأمة الرقميه مرحبا بكم. يمكن تسجيل مباشره على البلاتفورم واللي ما نجمش يلقى صعوبات وعنده مشاكل تاع دخول ان شاء الله نعلمكم ديسي دوما. نقولكم يا نهار الجمعه والاكثريه نهار الاثنين حسب ظروف العمل نتاعي نعمل لقاء خاص باشكاليات التسجيل والولوج الى المنصه ان شاء الله. نشوفكم بعدنا يبدا اللقاء مفتوح انا ابخي ميدي بما اننا نخدم الصباح والعشيه دونك انا ابخي ميدي يبدا محلول ان شاء الله ليكم خاص بالصعوبات هذه. ومرحبا بكم الناس الكل مرحبا. عيشك مدام احلام. بلاي سؤال مدام هي ممكن تفضل. بربي مدام صبينا لدوب كما طلبت طلب علينا رابط. الرابط هذا ممكن تهبطوا في الدردشه باش نصبوها. به انا حطيته اما هاته نعاود به. اوكي امشي الحال. مرسي عيش شكرا. ومن بعد الكود اي به هذاك الرابط هاني حطيته. مدام احلام عندك دي فاليداسيون برشا للاسف لا استطيع وكلهم اكوزي ريفوزي بسبب الفاليداسيون. فما حددي فتحي بما ان انا تو انا دخلت حبيت نعمل فاليداسيون للاسف عملت فاليداسيون بعد اتابليسمون. وين تقالي سي حددي فتحي بربي اسم المؤسسه التربويه حطيت حددي فتحي. اعطينا الاسم الصحيح نتاع المؤسسه التربويه بربي. مدرسه الرياده. ايوا ما كتبتش اسم المؤسسه انت في الفورمولا.
باهي لحظات. السين ليكول بريمير؟ اي ليكول بريمير. والكود الصحيح هذاك 602 503 معرف المدرسة. هذاك هو الصحيح. انت اونسينيون ولا مدير في فاكولتي؟ اونسينيون، اونسينيون في نفس الوقت مدير. دونك باش تكتب ليكول بريمير وصلتك راهي فاليداسيون، جوست انا جو في موديفي الاسم توا. هذه هي ماشي مسجلة هذه راهي. على كل حال تنرجع للاصلاح، شكرا. مرحبا بك. مدام أحلام وين نبعثو لكم يبقى معناها يا اما في الدريم ولا في الليتوينينغ معناها لي زيتوينر. عندنا جروب لي زيتوينر ولا لا باش تونيك تونيزي على الفيسبوك، حتى نحط لكم لي ليان تاع لي ريزو سوسيو تاعنا. حطيت لهم تونيك تونيزي وحطيت لهم لي زيتوينر. تو نزيدو نحطوهم تاع مدام أحلام اللي هي